معلش يا شباب، اسف الفيديو فصل. بص، وصلنا في المود والافكت قبل مرحله الشباب. قلنا الدبريشن، الاكتئاب، المفروض المريض بيكون حزين، تمام، وبيكون الدكتور الاكزامينشن بتاعه، وانت كلينيكال اكزامينشن هتلاقي اللون الازرق او اللبس الازرق او مشغل حزين، اغاني حزينه او لبس حزين، تمام، بيعبر عنه بالبلو يعني، تمام. بعد كده الايفوريا، الدكتور هو بيأفور الدكتور في حاله الفرح بتاعه اللي هو اكسسيف ويل بينج، تمام، بيقول مثلا انا فوق، انا طاير فوق السحابه دكتور، انا رقم واحد، فاهمني. بعد كده الانكزايتي دكتور اللي هو القلق، المريض دايما بيكون يا دكتور او بيكون في حاله قلق دكتور، ان هو خايف من انون دينجر، خايف من حاجه اصلا مش موجوده، تمام. ولذلك يقول لك انا دكتور على طول نرفز، دكتور على طول قلقان، على طول يا دكتور بيكون اول ذا تايم على طول قلقان يا دكتور، وعلى طول بيكون نرفز نفسه دكتور على طول ايه عصبي. وبعد كده الفير، هو الخوف، هو الخوف فعلا يا دكتور، هو خايف من حاجه بالفعل موجوده من نون اكسترنال دينجر يا دكتور، زي الطيران مثلا. طب بعد كده الاريتابيليتي يا شباب، المريض يا شباب بيكون اريتابل عصبي جدا، وامبيشنت يا شباب، بيكون ما عندوش صبر، وتمام. ايزلي بروفوكد يا شباب، يعني ايزلي بروفوكد ايه؟ سهل جدا انك تعصبه او تنرفزه، ومش كده بس، في اي موقف تلاقيه قفل له حياته وعمل له شوت داون. ومش كده بس يا دكتور، ده كمان هو حاسس على طول ان هو في تنشن او ضغط. وبعد كده قلت لك اللابيليتي، وهو ده اللي وقفنا عنده، ان هو على طول يا دكتور شيفت للمودنج، على طول متغير. ممكن يا دكتور في اول ساعه يكون في حاله ايفوريا مبسوط جدا، بعد كده لا والله يا دكتور تلاقيه بيعيط تيرفول يا دكتور، وبعد كده يا دكتور تلاقيه ايه؟ تلاقيه انجر دكتور، غضبان. يبقى دي حاجه اسمها ايه؟ اللابيليتي يا دكتور، او هو تغير المود. واخر حاجه شباب اسمها الريج، الريج دوت اللي هو ايه؟ المريض يا شباب اللي هو فيريوس دكتور، غاضب جدا يا دكتور، تمام؟ ولوس اوف كنترول، تلاقيه زي بالظبط فيلم السفيره عزيزه كده، لما كان اخوها بيضرب الناس كلها، تمام؟ هو خلاص انت ما تقدرش تمسكه، تمام؟ ممكن يضرب اي حد قصاده دكتور، تمام؟ يبقى هو على طول يا دكتور ايه؟ فيريوس وكمان لوس اوف كنترول. طب تلاقيه ازاي يا دكتور ان هو ايه؟ بيعمل حاجه اسمها فايولنت ايه؟ بيهيفير، ممكن يضرب اي حد ويضرب الناس كلها دكتور، تمام، بنفسه او بمساعد الاخرين، هتلاقيه عنفواني كده دكتور وبيكسر الناس كلها. يبقى المود والافكت ديس اوردر، اول حاجه الدبريشن والايفوريا دكتور والانكزايتي والفير والاريتابيلتي واللابيلتي والايه والريج. وخد بالك من كلمه الفير والانكزايتي، ان الفير خايف من حاجه فعلا موجوده، انما الانكزايتي دكتور خايف من حاجه هي اصلا ايه؟ هي اصلا مش موجوده. شكرا يا دكتور على المود والافكت ابنورماليتي. تعالى يا شباب ندخل على اخر حاجه اللي هو البرسبشن ابنورماليتي، اللي هو مقارنه بين الهلوسينيشن والاليوجن. بص يا جميل، الهلوسينيشن قلت لك هو هلوسه، هو بيشوف حاجه، بص كده، بيشوف حاجه مش موجوده. يعني ايه يا دكتور؟ هو بيشوف يا شباب زي الجوست كده، بيشوف اشباح، تمام؟ ولا دكتور ممكن عنده فيجوال هالوسينيشن، يعني بيشوف حاجات مش موجوده، ومش كده بس يا دكتور، طب ممكن يكون عنده اوديتري هالوسينيشن، يعني يا دكتور يسمع اصوات مش موجوده يا شباب، يسمع صوت اشباح، يعمل صوت، يسمع اي حاجه، تمام؟ اولفاكتوري يا شباب، ممكن حتى يشم حاجات هي اصلا مش موجوده، يقول لك انا شم ريحه محشي، وهي اصلا ما فيش محشي ولا حاجه، تمام؟ يبقى انا فيجوال واوديتري هالوسينيشن والفاكتوري هالوسينيشن، هو بيشوف حاجه دكتور او بيسمع حاجه او بيشم حاجه اصلا ايه مش موجوده دكتور، تمام. انما دكتور تعالى بقى للاليوجن، اليوجن دوت يا دكتور كلمه واحده بس اختصارها حاجه اسمها مس بيرسبشن، يعني يا دكتور مس بيرسبشن، يعني هو والله يا دكتور هو شاف الحبل كانه تعبان، هل يا ابني هو تعبان؟ لا يا دكتور، بس هو فعلا في حاجه موجوده، بس هو شافها غلط، بدل لما يشوف الحبل هو شافه تعبان، بس فعلا يا دكتور الحبل موجود، بس هو شافه كانه ايه؟ كانه تعبان، هو ده دكتور حاجه اسمها المس ايه؟ مس بيرسبشن. طب جميل جدا يا دكتور، شكرا على الاليوجن والهلسونيشن. اخر حاجه شباب، بيقول لك لما انت تعمل اكزامينيشن بقى، ده اختصار المحاضره، بيقول لك لما تعمل اكزامينيشن للمنتال ستيتس هتعمله ازاي؟ بص، سلم على عمر من حيث التفكير والبرسبشن والام ام اس اي. اول حاجه هنشوف الكونشوس ليفل بتاعه، حرف السي، هنشوف الكونشوس ليفل، ودوت يعتبر اول واهم عنصر موجود عندك اللي هو الكونشوس ليفل يا شباب، حرف السي. طيب لذلك انت تقيم بقى جلسكو كوما سكيل والحاجات اللي انت قلتها، ولازم يكون المريض اورينتد معاك وفايق والدنيا كلها متظبطه يعني. وتاني حاجه شباب اللانجوج، لغه الكلام مع الراجل يا شباب، تمام، الكوميونيكيشن يا شباب او الفويس اوف كوميونيكيشن، الراجل بيتكلم معاك كويس ولا لا، بيعرف يرد عليك ولا لا، بيعرف يجاوبك ويقول لك الاسئله المفيده بتاعتك ولا لا. طب افرض لو مريض ما عندوش لانجوج، هتلاقيه مش هيعرف يتواصل معاك اصلا ولا تعرف انت تتواصل معاه. طيب بعد كده يا شباب الام اللي هو المود والافكت، تمام، ان انا هبص على الفيلينج بتاعك، اشوف عندك ديبريشن، اشوف عندك مثلا انكزايتي، اشوف عندك مثلا فير، اشوف عندك اريتابيليتي، اشوف اي حاجه في المود يا شباب. وبعد كده حرف الاو هشوف الاورينتيشن بتاعك،
يعني انت هل انت اورينتد للابليس والبيرسون والتايم ولا لا؟ طيب حرف الام يا شباب اللي هو الميموري، هشوف يا دكتور والله الريسنت ميموري، واشوف لك حاجه اسمها الريموت ميموري، الذاكره قصيره المدى وبعيده المدى، وبعد كده اشوف لك حرف الايه يا شباب اللي هو الاتنشن. انا هقول لك اوامر وانت تسمعها، هل انت عندك القدره انك تسمع الاوامر ديت ولا لا يا دكتور؟ الباور اوف كونسنتريشن، قدره التركيز بتاعتك هو دوت الاتنشن. بعد كده يا شباب حرف الار اللي هو بيسموها الابستراكت ريزونينج يا دكتور، يعني ايه؟ يعني اتقصد ايه المينينج بتاعك، يعني الخلاصه من الاخر. يعني انت مثلا بتتكلم مع واحد قول لي يا عم الخلاصه بتاعتك، تمام؟ هو من الاخر يقدر يعرف الخلاصه من دماغك، يعني انا بشرح لك المينتال اسيسمنت، تمام؟ اه انت فاهم يا دكتور ان الصفحه ديت هي تجميع على اللي احنا قلناه طول المحاضره، تمام؟ يبقى انت خلاص عرفت حاجه اسمها الايه؟ الابستراكت ريزونانت، عرفت الخلاصه وخلصنا، فاهمني؟ طيب وبعد كده يا شباب الفكر بقى، اول حاجه الصوت بروسيس، هنقيم يا دكتور الصوت بروسيس، الصوت بروسيس وكونتنت، يعني الفكره يا دكتور هنقيم طريقه الفكر بتاعت المريض، وكمان يا دكتور الكونتنت بتاع الايه بتاع المريض، هل الطريقه بتاعته ديت ريلايبل مثلا، هل التفكير بتاعه دوت مثلا دكتور لوجيك، ولا مثلا بيجيب فوائد، ولا جود ايديا، ولا ولا بيقول كلام كده طياره دكتور ملوش صنف اللازمه. يبقى نتكلم على التفكير بتاع الراجل. وبعد كده البرسبشن يا ابني، طيب هل بنشوف هو بيشوف بالفايف سنس بتوعه كويس ولا لا؟ يعني هل هو بيشوف الحاجه زي ما هي موجوده ولا بيشوف حاجه ثانيه؟ هل بيسمع اللي موجود فعلا ولا بيسمع صوت ثانيه؟ هل هو بيشم دكتور؟ تمام، يبقى دوت والله دكتور اللي بنشوف البرسبشن بتاعه عن طريق الايه؟ عن طريق الفايف سنسز. طيب واخر حاجه شباب اللي هو الام ام اس اي اللي هو بتاعت الورقه والايه والقلم. يبقى انا اقول لك دكتور الاكزامينشن سهل جدا يا شباب، سلم على عمر بالفكر والبرسبشن والام ام اس اي، السي دكتور كونشس ليفل، ال دكتور اللانجوج، وبعد كده الام المود والافكت، وبعد كده الاول اورينتيشن، وبعد كده الام الميموري دكتور، وبعد كده الاي الاتنشن دكتور، وبعد كده دكتور الار دكتور ممكن جديد عليك، تمام؟ حرف الار دكتور اللي هو اللي هو الابستراكت ريزوننج، تمام؟ ابستراكت ريزوننج، وبعد كده الفكره دكتور الصوت بروسيس او الصوت كونتنت، وبعد كده دكتور هنشوف دكتور البرسبشن، واخر حاجه هنشوفها هي الام ام اس اي. تمام كده يا شباب خلصنا مع بعض حاجه اسمها الاكزامينشن وفي المنتال ستيتس، تمام؟ انا عارف ان الدرس طويل كده ورخم شويه، بس ايه احنا قدر الاستطاعه يعني ايه سهلناها عليكم. يلا السلام عليكم واشوفكم على خير ان شاء الله، تمام؟ فضلكم ومحاضرات الاشعه خلاص انا جهزتها بترفع بس على الموقع، تمام؟ وان شاء الله فضلكم محاضرتين اطفال معايا وكده خلصنا ايه المديول بتاعنا على خير يا رب العالمين. ومحاضره بس اللوكال اكزامينشن اوف سويلنج انا فاضل لي 3 فيديوهات غير الاشعه. السلام عليكم.